هو طبعا احنا القناه اللي احنا اتكلمنا عنها دي القناه الخامسه الاسرائيليه، دي قناه رياضيه وده كان المراسل بتاعها. فاحنا كتبنا ان هو موجود في مدرجات في نوع من السهوله واليسر لم يتوفر لبوتريكا او لمصريين اخرين كانوا حتى بيريدوا يصوروا او يشتغلوا. ايوه فهم جابوا الجزء من المقطع من البرنامج ممكن نشوفه مع بعض وترجموا الكلام اللي احنا قلناه. يعني القناه الخامسه الاسرائيليه دي قناه حكوميه خاصه بالرياضه، خاصه بالرياضه واللي احنا كشفناه دوت المراسل بتاعهم في القاهره. فاحنا لما كشفنا المراسل بتاعهم في القاهره في الحلقه اللي فاتت، القناه الخامسه الرياضيه الصهيونيه جابتنا احنا او جابتنا قالت احنا بنصير ضجه على مراسلهم بعد كشف مراسلهم. وانت اللي مترجم؟ انا مترجم. طب نسمع نشوف القناه الخامسه العبريه جابتنا احنا الاستاذ ابو بكر الاسبوع اللي فات. مذيع اسرائيلي كان موجود جوه المدرجات وبيتكلم بالعبري وبينقل التلفزيون الاسرائيلي اللي خد برضه بس مباشر وحصري يعني من غير اي اتفاقيه، ما نعرفش اتفق مع مين، وكان مذيع المباراه بتاعت يعني تاني بس مذيع صهيوني داخل استاد القاهره تمام ونقل شطات من الماتش وكان بيبث مباشر هيد لاين يعني ولا كان معاه ميكروفون وفي وسط الماتش وعمل لقاءات مع الجمهور نشوف والجمهور الجمهور كان عارف ان ده صهيوني؟ مش عارف، هو كان في الهيصه طبعا كان واضح من الصوره ان كان هو في وسط مدرجات الجزائر، هو كان كتب مقالات وكمان كان بيذيع في الماتش، يعني بقى له فتره من اول بطوله افريقيه هو موجود هنا. الصحفي ده اللي هو احنا بيطلع معانا ده اللي هو طبعا. لا غيره بتاع المقابر. طب خلينا نشوف كده الصحفي الصهيوني في استاد القاهره. ده ايه بقى القناة ايه دي؟ دي القناة الخامسة الإسرائيلية والمذيع اسمه أوري ليفي. هو كاتب وأيضا محلل رياضي. قناة حكومية ولا قناة؟ قناة شبه رسمية يعني ما عندهم. شبه رسمية. والمذيع حاطط اللي هو واخد هو كاتبين اهوت الاسترابة مكتوب عليها أوري ليفي كاهير، يعني أوري ليفي من القاهرة. القاهرة. هي مدوية للنظام المصري، صحفي صهيوني داخل مدرجات استاد القاهرة. انا كان نفسي اوريكم ابو بكر وهو قاعد بيتفرج على الترجمه العبري على 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 القناه الخامسه، مبسوط قوي عامل زي الاطفال الصغيرين يقول لك ايه اهم كاتبين اهم شميت مش عارف ايه اهم بيقولوا هنا شميت، فرحان جدا الحاجات تنزل عبري. امال نعمل ايه؟ جميله يعني انت فرحان ان الترجمه صح؟ انا كنت قاعد كمان الطريقه اللي انا اكتشفت بيها الفيديو مش حد بعتهولي، انا قاعد بالليل بقول انا عايز اجيب حاجه عن مصر. ليش بالليل قوي يعني؟ خليها انت قاعد وخلاص عشان ما تطولش في الحكايه دي. بكتب على الموبايل متسرايم وبعمل سيرش بالويب سايت وبالاخبار وبالفيديوهات، فلقيت الفيديو ده اول حاجه جات لي، فبصيت ده انا اللي طالع في الفيديو ومترجم ومترجم، فاخدت طعم كان شكله جميل. طيب. لكن احنا الخبر بتاعه موجود لو عايزين نقرا الناس عشان الناس بتقولش خبر ايه. الخبر اللي هو جه في الجرنان عننا اللي هي قائد فين؟ هات الخبر هات يا شحت الخبر، فين الخبر رقم كام عشان شحت اللي هو الدنيا اللي هو كام؟ ثلاثة يا شحت. لا ثلاثة سيبك من دي دلوقتي. اي صفو كاتبين كده علينا يعني شاهدوا ثنائي اسرائيلي حليل سعراب بمتسرايم، يعني صحفي اسرائيلي يثير عاصفه غضب في مصر. وكاتبين بقى بكوره كشاه بتكشوره همكوميت على الكنيسات اوري ليفي للاستاديون، يعني انتقاد حاد لنقل اوري ليفي لحد انتقدهم غيرنا. هو بيكلموا عننا احنا سعران. ليه حاسين ان احنا حاسين ان مكسرين الدنيا قوي ليه؟ البرنامج الحمد لله انا متشاف. جابوا سيره مكملين تحت يعني؟ هم كاتبين جايبين القناه واللوجو بتاعها موجوده. طب اطلع كده يا شحته معلش كتر خيرك، شد الخبر شويه لفوق، شد يا شحته. ايوه كمان اهو وصورتك يا ابو بكر من ورا الدنيا اهو. يخرب بيت الصهاينه اهو. كاتبين ياميم سفوريم لاحر بعد ايام قليله من ختام بطوله افريقيا 2019 عاصفه من الغضب في وسائل الاعلام المصريه. ولا عاصفه غضب حد قالوا ده التلفزيون المحلي، بس احنا مش محلي خالص طبعا، احنا لا محلي ولا حد فتح بقه غيرنا.